حضرتك كنت رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال الأندية، عايز أخد منك برضو ردود الأفعال العالمية على البطولة والفرق المشاركة وكمان عن الأهلي المصري. طبعا البطولة شهدت دخل إعلامي كبير، كابتن أسامة اللجنة الإعلامية والزملاء اللي كانوا معانا كلهم كان لهم دور كبير وكلهم قامات كبيرة في كل وسائل الإعلام الموجودة في دولة الإمارات. استضفنا طبعا إعلاميين من الدول العربية، خاصة من جمهورية مصر العربية ومن المملكة العربية السعودية إخواننا وأشقائنا. فطبعا قامات كبيرة كانت موجودة معانا وسعدنا بتواجدها معانا، ونفتخر دائما في البطولات اللي مثل هذه أن نستضيف هذه القامات الكبيرة الإعلامية. البطولة نقلت بشكل كبير على مستوى العالم، كان زخم إعلامي مميز. البطولة طبعا فيها ثلاث فرق عربية، يعني اليوم نتكلم عن الأهلي، نتكلم عن الهلال، ونتكلم عن الجزيرة ممثل دولة الإمارات، أو نتكلم عن تشيلسي بطل أوروبا، أو بالميراس بطل أمريكا الجنوبية. هذه الفرق تملك شعبية كبيرة، الحضور الجماهيري هو سر نجاح هذه البطولة اللي كانت. طب شفتوا جمهور النادي الأهلي إزاي يا أستاذ يعقوب؟ وحضرتك بتتكلم عن الحضور الجماهيري وكان هو سر نجاح البطولة، شفت إزاي يعني عظمة جمهور النادي الأهلي، خاصة كمان في مباراة مونتيري ومباراة الهلال، وتواجد بشكل كبير جدا، وأيضا في مباراة بالميراس. أنت كلمة قلت لي إياها في السؤال. أيوة. تقول لي عظمة جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم. حقيقة. جمهور النادي الأهلي جمهور مؤثر. جمهور النادي الأهلي جمهور قيمته كبيرة مع فريق، يعني وجمهور فعال وجمهور لدور ايجابي في سير المباريات. يعني شفنا وانت كنت موجود في الملعب، شفنا مباراه مونتيري المكسيكي مع الاهلي، الجمهور كنت قلقان انت يا استاذ يعقوب على الهوا من المباراه دي، وانا قاعد جنبك قلت لك طول ما جمهور النادي الاهلي موجود ما تقلقش. صح حقيقه، صح الكلام صار. وجمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهور مؤثر وله دور. شفناه في مباراه الهلال، المباراه الاخيره، مباراه المركز الثالث، مالي الملعب. اول شيء جمهور ملتزم، جمهور طول الوقت كان لا يهدأ، كان مع فريقه، كان حتى الفريق وعليه هجمه كان لا كان له دور ايجابي، وكان يعني دور سلبي على الفريق الخصم ودور ايجابي مع فريق الاهلي. هذا هو جمهور الاهلي. جمهور الاهلي ممكن تتحرك بس تتحرك شويه استاذ يعقوب عشان الصوت، بس تتحرك حضرتك شويه بس. فاقول لك جمهور النادي الاهلي جمهور مؤثر، جمهور له دور ايجابي كبير في البطولات اللي يشارك فيها النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي، الاهلي وين ما يروح في جمهوره. في النهايه هذا نادي كبير، نادي تاريخي، نادي عظيم. هاي. جمهوره موجود في كل دول العالم. اخيرا يا استاذ يعقوب، تفضل. ايه اقول لك الجمهور اللي موجود واللي حضر في الملعب ترى هذا معظمه موجود في دول الخليج وموجود في دوله الامارات. ما هي من مصر، اوكي في مجموعه جت من مصر، لكن الغالبيه العظمى الجمهور المصري والجمهور الاماراتي اللي موجود في دوله الامارات هو اللي وقف مع فريق الاهلي.